السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج مستشارك القانوني. تعودنا في برنامجنا أن احنا بنتعرض للقضايا الهامة جدا على مستوى مجتمعنا، المجتمع المصري، وفي قضايا كتيرة جدا بنبقى بنحاول اللي احنا نتعرض ليها وبنحاول نشوف ليها الحلول. ومن أهم القضايا اللي ممكن تهدم بيوت وتهدم أسر وتهدم رب أسرة وتهدم شباب، قضية كبيرة جدا، هي قضايا المخدرات والإدمان. الإدمان والمخدرات هما يعني مسببان لهدم أي بيت فيه حد مدمن أو متعاطي للمخدرات. في ناس تيجي تقول لك أنا ما بتشربش وما بقعدش وما بتكلمش ماليش في المخدرات وما بشربش أي حاجة، بس أصحابي بيشربوا مخدرات. طب أنت هتعمل إيه مع أصحابك اللي بيشربوا المخدرات؟ لو زميلك اللي بيشرب المخدرات ده اتقفش، أنت كمان موجود معاه. لو زميلك اللي بيشرب المخدرات ده راكب معاه عربية وأنت ما بتشربش وجات لجنة وقفتك، هتتاخد معاه. خلي بالك القعدة الحلوة اللي أنت بتروحها سواء في فرح سواء مع أي أصحاب وتقعدوا مع بعض، وواحد قال لك أنا هشرب سيجارة أو هاخد حاجة أو يعني نوع من أنواع المخدر وجت حملة وأنت ما بتشربش وأنت ابن ناس قوي، هتتاخد معاه. مع إنك ابن ناس قوي وولد محترم قوي بس اتخدت في الرجلين، هتخلي أهلك يفضلوا يدوروا عليك، هتخلي أهلك يتعبوا معاك. إذا كنت بتشتغل هتتفصل من شغلك، إذا كنت طالب هتتفصل من كليتك أو مدرستك. خلي بالك الأب والأم عليهم دور كبير جدا. المخدرات قنبلة موقوتة لهدم أي بيت في مجتمعنا. حول المخدرات والتعاطي والإدمان وعقوبات المخدرات هيكون معانا ضيفي سيادة المستشار محمد أحمد أبو هشام المحامي بالنقد للحديث عن المخدرات وأثرها في المجتمع المصري. أهلا بك سيادة المستشار، كل سنة وحضرتك طيب. في المقدمة بتاعتنا بنقول إن المخدرات عموما هي سبب لهدم أي بيت وأي أسرة، سواء كان رب الأسرة هو اللي بيتعاطى المخدرات أو أي فرد من أفراد الأسرة بيتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات. مبدئيا حضرتك سيادة المستشار عايزين نعرف للمشاهد ما هو المخدر، لأن في ناس كتيرة جدا ما تعرفش يعني إيه مخدر. بيقول لك انا كنت قاعد ومع الناس وما اعرفش ده ايه، دي سجاره حشيش ولا الدبانجو ولا ايه، هل دي بتخدر ولا لا، انا اتخدت في الرجلين. عايزين نوضح للساده المشاهدين ونعرف من حضرتك تعريف المخدر. اولا قبل ما ابدا في الموضوع بقول للشعب المصري والامه الاسلاميه كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير. ومن المنبر ده بقول ان قناه الصحه والجمال هي فعلا قناه المجتمع، هي بتناقش مواضيع مهمه. برنامج مستشارك القانوني مش هو بيتكلم على القضايا بس أو المشاكل القانونية، ده بيفتح المجال لحوار مجتمعي، بيفتح المجال إن احنا نتطرق لمشاكل ومسائل لابد أن نعالجها من الجذور قبل أن تتفاقم. تمام. أولا الناس ما تعرفش يعني إيه مخدر أو تعرف يعني إيه مخدر. المخدر في الأساس هو مادة تم تصنيعها كيميائيا عشان خاطر تستخدم في بعض الحالات الطبية، لكن لسوء الاستخدام تم استخدام المواد المخدرة على إنها تعاطي. طب نعرف يعني إيه، نعرف يعني إيه مخدر من وجهة نظر القانون. المواد المخدرة هي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسميم الجهاز العصبي. يبقى أول حاجة بنقول إن المواد المخدرة بتدمر الجهاز العصبي. يبقى اللي بياخد المواد المخدرة بيقول أنا بستريح، لا ده أنت تتغيب. والاستمرارية والإدمان بينتج عنه أن أنت بتدمر جهازك العصبي. يبقى المخدرات في حد ذاتها هي وسيلة لتدمير الجهاز العصبي. طب القانون بينظم حيازة المواد المخدرة وبينظم الاتجار أو التصنيع. في بعض الأحوال التي يصرح بها القانون أن تتواجد في المنشأة أو يحوز الفرد بعض المواد المخدرة. تمام. عشان كده لما بنيجي في مواد التجريم بنقول حاز أو أحرز بقصد التعاطي أو الحيازة المجردة أو الاتجار في غير الأحوال المصرح
بها قانوني. ده تعريف المواد المخدرة من وجهة نظر القانون، هي مواد ممنوع تداولها إلا بتصريح من الجهات المختصة. طب التوضيح العلمي أو الشرح العلمي للمواد المخدرة هي إيه؟ قال هي المواد تسبب النعاس والنوم أو الغياب عن الوعي. ده التوضيح أو الشرح أو التعريف لمواد المخدرة. تمام. إذا المواد المخدرة هي أساس لدمار الجهاز العصبي. نمرة واحد، بنقول للأستاذ المشاهدين الجهاز العصبي بتاعك أنت مسؤول عنه. لو ابتديت تاخد مواد مخدرة أيا كانت نوعها، برشام، نوع معين من أي نوع بقى من الحشيش أو الحاجات دي كلها، أنت بتساعد في تدمير جهازك العصبي. ولو جهازك العصبي اتدمر خلاص مش هتقدر تسيطر على نفسك ولا هتقدر تسيطر على حواسك، وبقيت إنسان يعني بتقودك شهواتك وتقودك غرائزك. طيب النهاردة لما بنيجي نشوف العقوبات بتاعتنا، المشرع في قانون العقوبات ابتدى يضع بعض التشريعات لتجارة المخدرات. فهناك تجارة، وهناك جلب، وهناك تعاطي، وفي حيز مخدرات، وفي هناك بعد التعاطي بيبقى تجارة. تمام. طيب النهاردة جلب المخدرات، المشرع المصري وضع عقوبة لجلب المخدرات. تمام. وابتدى يشدد في هذه العقوبات. فعايزين نتكلم عن الجلب للمخدرات، ونقول الجلب دوت بيكون ناتج عن ايه؟ هل ان انا بكون مستورده من الخارج عن طريق التهريب، وبالتالي بيبقى هنا دخلت في نقطتين مهمين جدا، هي تهريب من الخارج وجلب للمخدرات. هو الجلب في حد ذاته هو لفظا استيراد مواد ممنوعة إلى المخدرات بقصد بيعها أو التجارة فيها. لابد أنها نعلم أن الشعب المصري بيحارب في شبابه. معظم المافيا أو الجهات العدائية اللي هي عايزة دمار للشعب المصري والمجتمع المصري لعبت على المخدرات من زمن. أولا لازم نعرف أن من سنة 52 كانت مصر من أول الدول اللي شرعت وجرمت المواد المخدرة. تمام. من سنة 52 صدر القانون رقم 351 لسنة 52 بتجريم المخدرات. وتداول وتوالى المشرع من سنة 52 لسنة 60 لسنة 66 ل67 ل89 هناك تحديثات. تمام. في المواد المخدرة. فاحنا لازم نقول نقطة بس مهمة، ان المشرع المصري كان من أوائل المشرعين الذين تناولوا تجريم تداول المواد المخدرة، سواء كان عن طريق التعاطي أو الجلب أو التصنيع أو التجارة. تمام. نتكلم دلوقتي في إيه المستحدث عندنا في القانون. من ضمن الحاجات المستحدثة في القانون اللي عجبتنا الأيام دي الحمد لله، لسه يوم الحد اللي فات مجلس النواب وافق على حاجة مهمة جدا، يفصل الموظف العام إذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة. مجلس النواب يوم الأحد الماضي وافق فعليا نهائيا على مشروع قانون بفصل الموظف. من قبله كان من سنة في تحليل للسواقين، لأن كان في جرائم كتير، حوادث كمان، حوادث تحصل في الطرق، وخاصة إلا من رحم ربي سواقين التريلات والنقل الكبير. كان بيبقى متعاطي عشان بيسافر من اسكندرية لأسوان أو للسلوم أو من أسوان للسلوم، فعايز يبقى مصحصح فبياخد المخدرات. الحمد لله في الآونة الأخيرة كان هناك حملات بتحليل على السائقين. بعد بعض الفئات استنكرت ذلك، وده ان احنا بنعتدي على حريات الاشخاص. انا ما بقولش ده اعتداء، ده انت كده بتحفظ حريات الناس. انت بتحفظ سلامتهم. ما يبقاش سواق متعاطي وسايق وانا اقول له الف سلامه. لا، ده انا لازم انا اوقفه واحلله. ما يبقاش موظف عمومي بيتعاطى، مسؤول عن حاجات كتيره لمواطنين هو بيتعامل معاهم وبيتعاطى. احنا لو اتكلمنا
في مجال المخدرات لابد ان نقول حلقات وحلقات. تمام. لكن الوقت طب رابطنا شويه. طب هنروح لحاجه مهمه جدا. اكيد بعض المراكز في مصر وبعض الجهات الامنيه والجهات في وزاره التضامن كل الجهات المعنيه في مصر ابتدت تشوف تعمل احصائيات. جميل. لكل دوله وفي مصر احصائيات المدمن. عندنا مدمنين قد ايه في مصر؟ والمدمنين دول اكيد بيتراوحوا ما بين شباب صغير، رجال، نساء. طيب عاوزين نعرف نسبه الشباب في التعاطي، في التعاطي قد ايه؟ لان الشاب مش هيروح يجيب اتجار، يعني مش هيبقى متاجر، لانه لسه هو لسه صغير فبيبتدي ان هو يتعاطى. وعايزين نشوف نسبه النساء ونسبه الرجال. الرجال بنقول ممكن يكون دوت مش بيتعاطى ولكن تاجر، او بيتعاطى وبيتاجر في نفس الوقت. طب نبدا بالنساء ونقول نسبه النساء قد ايه. هنتكلم بصفه عامه اولا وبعد كده نجزئها. طيب اتفضل. النسبه للاسف المتعاطين في جمهوريه مصر العربيه نسبتهم 10%. 10%، يعني 10 مليون متعاطي لمواد مخدره. ودي احصائيه جهاز اللي هو بتاع الادمان، الصحه والادمان، وزاره الصحه اثبتوا فعليا ان المتعاطين في جمهوريه مصر العربيه نسبتهم تتجاوز ال 10%. يعني احنا بنتكلم في 10 مليون مواطن متعاطي. طب ال 10% دول حضرتك هتقسمهم ليه؟ لكن هنقول هناك فرق بين المتعاطي والمدمن. الاحصائيات قالت ان 3% من الشعب المصري مدمن. يعني عندي 3 مليون مدمن و 7% متعاطي. ما الفرق بين المتعاطي والمدمن؟ المتعاطي هو بياخدها على اساليب بالبلد كده تفاريح. ممكن ياخدها كل فتره. طيب. انما المدمن هو اللي ما يقدرش يعيش من غيرها. طيب نسبه النساء للاسف النساء في المتعاطين اثبتت الاحصائيات ان نسبه المتعاطين 25% من النساء. 25% من النساء. من ال 10% دول من نساء. يعني عدد كبير. 2.5 مليون من النساء متعاطين وناش مدمنين. متعاطين. وكذلك 25% من ال 3% المدمنين من النساء. يعني احنا بنتكلم تقريبا دول 750 ألف سيدة مدمنة. في ناس هتقول ان الأستاذ محمد أبو هشام كده بيهاجم المجتمع. لا، احنا لازم أن نكون احنا مرايه لنفسنا. صح، صراحه مع احنا مع بعض. لازم أن يكون احنا بنواجه المجتمع بسلبياتنا عشان نعدل. طبعا اتضح وفي على السوشيال ميديا في نكته بينزلوها بيقول لك الست عشان بعض السيدات عشان خاطر تنظف نظافه العيد بتقول لك ادينا حبايه رمضان. فعليا اثبتت ان 25% من المتعاطين والمدمنين من السيدات. والباقي ينقسم ما بين الرجال والشباب. وخاصة الشباب ما دون ال 25 سنة. طيب أنا عايز أروح معاك لنقطة صغيرة كده. اتفضل. حضرتك أشرت لأن النساء 25% منهم. طيب 25% من النسبة. من النسبة. 25% من النسبة وليس من السيدات. من النسبة. من النسبة. طيب يعني لما بنيجي نعمل الإحصائيات دي هل بنشوف في أي مجتمعات بتزيد نسبة التعاطي والإدمان؟ يعني البيئة المحيطة بينا، هل لو أنا في بيئة راقية جدا ومستوى اجتماعي عالي جدا سهل عليا أن أنا أجيب المخدر، سهل عليا أن أنا أتعاطاه لأن معايا اللي أنا أجيبه، فهل النسبة هنا النسبة في المجتمعات الراقية بتبقى أعلى ولا في المجتمعات المتدنية؟ آخر إحصائيات فصلت الإحصائية قالت أن الاستروكس مدمنين الاستروكس هي المناطق الشعبية وخاصة في القاهرة والاسكندرية والجيزة. ده الرخص مثلا؟ ده الرخص. متواجده. تمام. قالوا الهيروين عشان غالي في المجتمعات الراقية. والترامادول كذلك في المناطق المتوسطة. فالمجتمع نفسه ده كده المجتمع تقسم شرايح بقى. تقسم شرايح بالنسبة للإدمان. الهيروين لموضوع الهيروين في المجتمعات الراقيه. الاستروكس في المجتمعات الشعبيه.
المجتمعات المتوسطة إلى حد ما الحشيش وقت رمضان. حضرتك بنلاقي يعني في المجتمعات أكيد بنمشي في شوارعنا الشعبية وبنشوف نلاقي شباب واقف في الشارع بيقلع هدومه، شباب واقف في الأرض بيتمرمغ، تسأل فيه إيه يقولك أصله واخد ستروكس. يعني ده لما بنشوف المنظر ده لشاب واقف بيهلوس واقف بيعمل حاجات يعني خارج عن إرادته صح. الواحد بيحزن صح. ده بيرجعنا لتعريف المواد المخدرة هي إيه؟ تسميم للجهاز الإيه؟ العصبي. العصبي. أنت دمرت جهازك العصبي، والجهاز العصبي اللي كلنا عارفين إن هو الجهاز المهيمن على الجسم كامل. فإحنا دمرت الجهاز العصبي، فأنت منتظر إيه؟ مفيش أي جهاز في جسمك هيعمل بنشاط. للأسف في بعض الأحوال هنتكلم بمنطقية شوية، في بعض الرجال بياخدوا الترامادول أو المواد أو المواد المخدرة كمنشطات. كمنشطات للعلاقة. ده ما يعرفش إن هو بيدمر نفسه. لأن أنت دلوقتي جواك خلايا ربنا سبحانه وتعالى خالقها في جسمك بتفرز الهرمون اللي أنت محتاجه بنسبة معينة. لما أنت بتستخدم مواد مخدرة بتموت الخلايا دي ما بتفرز. يبقى احنا دلوقتي هنرجع لمرجوعنا هنقول ان احنا المخدرات هي تسميم للجهاز العصبي. فاحنا متوقعين من اي مدمن اي شيء. طيب النهارده بقى عايزين نخلي الناس يعني احنا بنحذر وبنقول يا جماعه احنا عرفنا المخدر هو ايه وعرفنا النسب قد ايه وان في نسب للنساء وللشباب وللرجال. طب عايزين نقول بقى النهارده العقوبات، النهارده عقوبه الاتجار ايه؟ المشرع حددها في ايه وقال لي عقوبه الاتجار ايه عشان يبقى في ردع للمشاهدين وللساده اللي هم بيتعاطوا، نقول لهم يا جماعه خلي بالك عقوبه الاتجار اللي انت هتقولها دلوقتي. طيب احنا هنتكلم بعد اذن حضرتك طب. بعد اذن المشاهدين هنتكلم عن عقوبات المخدرات كلها تمام عشان خاطر نبقى على بينه. هنفسر هنقول المشرع المصري قسم المخدرات ما هي؟ تعاطي وتواجد وجلب وتصنيع وتجار. تمام. أول حاجة المشرع تناولها هي تعاطي المواد المخدرة. تعاطي المواد المخدرة يعاقب المتعاطي في المواد المخدرة بعقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات. التعاطي. طبعا. 3 سنوات. 3 سنوات. تمام. مع غرامة بتهيألي غرامة مالية. مع غرامة مالية تصل إلى 3000 جنيه. في لو هنتكلم في المتعاطي هنقول ان المشرع المصري قال عقوبه تانية تخفى عن بعض الشباب. قال اذا ضبط في مكان اعد او هيئ للتعاطي المخدرات يعاقب بنفس عقوبه المتعاطي. انت رايح تزور قريبك وعارف ان هو بيشرب او رايح تقعد معاه في القهوه او رايح تقعد معاه في الفرح او قعدت في مكان وهو على علمك في مكان ده مهيأ ومعد لتناول المخدرات تعاقب مثل عقوبة المتعاطي. طب أنا ما شربتش أنا ما خدتش، أقولك لا أنت تواجدت في مكان معد ومهيأ لتناول المواد المخدرة. هي دي النقطة بقى اللي حضرتك بنقول عليها إن ممكن يكونوا ناس ولاد ناس قوي ما لهمش في حاجة ودخلوا قعد مع صاحبه في كافيه ولا في أي مكان ما وصاحبه ده بيتعاطى شرب سيجاره وجات حمله وهو على علم ان المكان ده بيتعاطى فيه وهو قاعد مالوش لا بيه ولا عليه هيتاخد. نرجع نقول لصاحب السوق ايوه انت لقيت صاحبك بيتعاطى ما تقعدش معاه تعاقب مثله. ما تجيش تقول لا ده القانون ظلمني انا ما كنتش بشرب ده الضابط ظلمني انا ما كنتش بشرب. لا انت قعدت في مكان معده ومهيئ لتناول المواد المخدره طيب. يبقى دي اول عقوبه بالنسبه للتعاطي والمتواجد. طيب العقوبة اللي هي الاتجار. اتجار المشرع المصري تناول الاتجار كان هناك بعض نصوص خفيفة لكن في ظروف المجتمع تم التشديد وتصل عقوبة التاجر المخدرات المؤبد أو الإعدام مع الغرام. مع الغرامة ما هو كده احنا كده كده الغرامة موجودة كده كده الغرامة تصل الى 500 ألف. في بعض الأوقات هناك من يقدم للقانون بجريمة الجلب ودي أخطر الجرائم
اللي احنا اكتر من اتجار، لان انت بتجيب الحاجه، ساعدت انت اللي بتجيبها، لا ده انت الاساس. انت بتجيبها من بره. عقوبه القلب الاعدام، اعدام عقوبه القلب الاعدام. تمام. طب عقوبه التصنيع، عقوبه السجن المشدد اللي هو المؤبد المشدد ممكن تصل لحد 15 سنه. تمام. يبقى دلوقتي احنا بنتكلم ان المشرع المصري شدد على الاتجار بالمواد المخدره والقلب. لكن انا من هنا من المنبر ده بنادي برضه وبقول يا ريت يبقى في تدخل من المشرع المصري، يكون عقوبه الجالب والصانع والتاجر هما الاعدام. ما يبقاش عندي خيارات. ما يبقاش عقوبه يعاقب بالسجن المؤبد او الاعدام، لان هما بيكونوا سبب في اعدام كثير، مجتمع اعدام مجتمع، يعني شباب المجتمع كله بيكونوا سبب حضرتك في حضرتك. لو انا قلت لك الاحصائيات وكميات اللي اتضبطت بكام مليار جنيه على مستوى تعمل تنمية البلد كبيرة جدا. المفروض ان الإحصائية هنقولها بس اتفضل وقتها. ماشي. لو احنا اتكلمنا في الإحصائية دلوقتي اتفضل. ماشي. لسنة سنة 2019 تخيل من سنتين ان وصلت كمية مخدر الحشيش التي ضبطت، كلمة التي ضبطت احنا بنقول تم ضبطه غير اللي دخل، غير اللي لم يتم ضبطه. وصلت لحد 200 طن حشيش. 200 طن. 200 الف طن. 200 الف طن. 200 الف طن حشيش. 200 الف طن. سنة 2019 الجهات الأمنية ضبطت 200 الف طن حشيش. 2019. اتفضل. تم ضبط 62 الف كيلو بانجو. 62 الف كيلو بانجو. تم ضبط ما يقرب من 12 مليون قرص مخدر ترامادول. تم ضبط ما يقرب من 40 مليون عقار الكبتاجون، ده من ضمن الافات اللي موجوده المستحدثه. تم ضبط ما يقارب من 4 كيلو جرام، 4 كيلو جرام هيروين خام. ده لسه بقى على مصنع يوصل. ده الخام. ده انا بقول تم ضبط. كل ده في سنة 2019. تم ضبط حوالي 200 كيلو جرام أفيون خام. تم ضبط ما يقرب من 50 كيلو جرام كوكايين خام. تم ضبط ما يقرب من 27 ألف قرص الإكستاكساسي. ده من ضمن الأنواع المستحدثة. تم ضبط حوالي 200 كيلو جرام من الفودو، ده من ضمن الحاجات المستحدثه. تم ضبط حوالي 700 كيلو جرام من الاستروكس. تم هنقول ان هما قيمت تلك المضبوطات سنه 2019 بما يقرب من 27 مليار جنيه مصري. مليار، يعني مش عايز ميزانية. اقول ميزانية الدولة. ميزانية. ميزانية الدولة. ميزانية. طب كم القضايا التي تم قيدها سنة 2019 المخدرات؟ عدد القضايا. عدد القضايا اللي تم بس قيدت 112 ألف قضية. 112 ألف. في سنة. يبقى هنتكلم دلوقتي، لو قلنا 112 قضية في معدل كل قضية فيها متهم واثنين، يبقى احنا عندنا ربع مليون. لا يقل، ربع مليون متهم. متهم. يبقى هنقول دي مافيا. اكيد. والمافيا دي لا تدار من مصر. اه. عشان كده احنا بنحيي وزاره الداخليه والجهات المعنيه انها فعلا بتضرب بيد من حديد. انا حضرتك بقول ان مكافحه المخدرات في مصر هنا، يعني اداره مكافحه المخدرات هي في حرب. فعلا. مع الدول الخارجيه اللي هي عدوه لمصر، اللي بتحاول تضرب مصر مش بالسلاح بقى. تضرب مصر بالمخدرات في شبابها. مظبوط. في عنصرها الاساسي وهو الشباب المصري، لان طبعا ذخيره مصر في شبابها، فبيحاول ان هو مش هيحاربك. لا. خلاص بقى النهارده في حرب بقى انتهت. ففي حرب بقى مخدرات، حرب الكترونيه. وهروح للحرب الالكترونيه واقول لحضرتك السوشيال ميديا كان ليها دور في ان تجاره المخدرات تبقى زياده شويه عن طريق السوشيال ميديا. بالفعل. اولا للاسف في بعض، هنتكلم في بعض الاعمال الدراميه اللي بتشجع
على ان الشاب بينحرف. بيشوفوا بعض الابطال تجار مخدرات وبيبقى معاهم مليارات. فاحنا لازم نتدخل. في بعض الفيديوهات بتصور على ان المتعاطي مبسوط ورايق ومش حاسس بالدنيا، ده بيخليه عايز يجرب. الشاب عايز يجرب. في بعض الاعمال الدراميه او السوشيال ميديا او بتتناول المخدرات على انها بيقول له ريح هتستريح، خد وهتستريح، يقول لك انا خدت كذا وعملت كذا والفيديوهات والتسجيلات. لكن احنا دلوقتي عايزين نتدخل، الجهات المعنية تتدخل في الرقابة على الأعمال الدرامية. لأن في دلوقتي بقالنا كام سنة بنحارب شبابنا بيحارب والمجتمع بيحارب في الأعمال الدرامية. بيبقى تاجر مخدرات بيبقى تاجر مخدرات وفي لحظة بيبقى ملياردير. الشاب بيلاقيه معاه مليارات، عايز يبقى معاه فلوس سريع، عايز يبقى زيه. في اعمال دراميه كتير، مش هنسمي قد اعمال دراميه، لا احنا يعني بنقول بس ان يعني لكن احنا بنقول احنا عايزين تدخل من الجهات المعنيه. عايزين ان احنا ننمي عند اولادنا القيم. مش عايزين ننمي عند اولادنا ان تاجر الصبي بتاع المخدر، صبي في تاجر المخدرات بقى معلم تاجر مخدرات بقى ملياردير، حس بالدنيا خلاص واستريح. دلوقتي بنشوف بعض الشباب في أنحاء متفرقة يعني من شوارع مصر بيقفوا يبيعوا مخدرات. شباب صغير بيقف يبيع مخدرات، بيدي للزبون اللي جاي له، بيدي له سواء بقى يعني ترمادول أو برشام أو أي نوع من استروكس أو أي نوع من أنواع المخدر، وبتبقى يعني جهارا كده. الناس بقت يعني خلاص يعني أنا بقول إن من هنا برضو من هذا المنبر إن في حملات ولكن وزارة الداخلية مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها. لازم يبقى في توعيه من المواطن المصري. لو انت شفت حد من بلكونتك اتنين بيبقى بينه حاجه، بلغ وقول ان هنا بيتاجروا في المخدرات، هنا بيبقى في وكر بيقفوا هنا بيعملوا مخدرات، بيبيعوا مخدرات. اكيد في حملات هتنزل وهتنزل هتضبط بعض الناس هنا في الحملات ديت، وهتكون انت كمان استريحت في الشارع بتاعك ان مفيش حد بيبيع تحت بيتك مخدرات. انك ممكن تكون ماشي بالصدفه ابنك واقف واتنين بيبيعوا مخدرات يتاخد. واضح ولا مش مظبوط؟ اولا هو وزاره الداخليه مش هتعين لكل مواطن، احنا بنقول المواطن عليه دور. احنا عايزين بقى نبدا بعد اذنك، اتفضل. عايزين نبدا مننا احنا من جوه من بيتنا. انت وجه ابنك. ابنك شافك بتتعاطى هيتعاطى. ما ينفعش ان انت تكون ماسك سيجاره او بتتعاطى ويقول لابنك ما تتعاطاش. احنا عايزين نبدا من بيوتنا. بعد ما نبدا من بيوتنا بالقيم اللي احنا كلنا اتربينا عليها، نبدا في الشارع. انت شفت الاولاد اللي في الشارع دول او التجار دول او الديلر شغال في الشارع وانت عارف ان ده شغال، ما تخافش. توجه الى الجهات المعنيه، الى وزاره الداخليه، وقول ان في 1 2 3 4 صح. هنقول لا ده هيضربوه، ده هيعملوه، ده هيتعدوا عليه. لو احنا كلنا قلنا كده وسيبنا تجار المخدرات احنا نفسنا اولادنا هتضيع. صح. ما تخافش. صح. ما تخافش ان يكون تحت بيتك او في الشارع او ناصر الشارع تاجر مخدرات وانت عارف ان هو تاجر مخدرات، وتقول بدل هو بعيد عني النهارده بعيد عنك بكره في بيتك. صح. احنا بنتكلم دلوقتي، ما تخافش. الحمد لله الجهات الامنيه شغاله كويس، بس الجهات الامنيه مش هتمشي ورا كل مواطن عسكري. تمام. هنروح لنقطة مهمة جدا وهو الموظف العام. تمام. الموظف العام والتشريع الجديد اللي هو صدر من مجلس الشعب وتوافق عليه من مجلس الشعب ان الموظف يفصل في حالة اثبات تعاطيه للمخدرات. كثير جدا اللهم رحم يا رب يعني في كتير جدا بيتعاطوا مخدرات. تمام. عن طريق يقول لك انا ما بشربش مخدرات ولكن انا باخد برشام الترمادول. ايوه. ما انت البرشامة دي لو اتحللت وثبت ان انت واخد ترمادول حتى لو واخدها على سبيل ان هي منشط زي ما بنقول، ايوه، هتتجازى، هتوقف بيتك، هتكون سبب في خراب البيت، هتكون سبب في ان انت هتتفصل، البيت هيصرف منين وهو معتمد عليك. خلي بالك، يعني احنا بنوجه رساله لكل موظف، لكل صاحب مهنه، خلي بالك البرشامه هتجيب برشامه ثانيه، هتجيب حاجه اعلى. خلي بالك ان انت وصلت لمرحله ان انت خلاص المشرع حط لو انت اتظبطت وتحلل لك ان انت بتتعاطى مخدر
هتكون سبب في هدم أسرتك، هدم أسرتك. ممكن مراتك تطلب الانفصال منك، ولادك خلاص اتشردوا، مفيش عائل بيصرف عليهم، فتفككت الأسرة بسببك أنت. فخلي بالك من حتة أن أنت تتعاطى مخدر. مظبوط. يا ريت برضه اتفضل اتفضل. هو لو ثبت أن الموظف يتعاطى المواد المخدرة هيتم فصله فقط؟ يقدم النيابة العامة. يبقى هو مش هيتم فصله فقط، إذا ثبت أن الموظف العام متعاطي المواد المخدرة هتطبق عليه العقوب، فصله عقوبات جاهز. يبقى عشان يفهم أن مش هيتم فصله بس مش هيخرب بيته، ده أنت هيتسجن. هيتسجن هيتسجن. ولازم يفهم حاجة واحدة، أنت موظف في إيدك أمانة. مصالح الناس هتتعاطى، يعني هتضيع نفسك وهتضيع مصالح الناس. هتتعاطى هتتسجن. هتتعاطى هتتفصل. هو ده اللي لازم يفهمه. تمام. نقطة مهمة جدا، بعض الناس بتكون ناس على فطرتها السليمة. وبيجي حد يقول له معلش لو سمحت وصل لي الشنطة دي، أو خد العلبة دي لو أنت رايح عمرة وخدها معاك، أو لو أنت جاي من السفر من مكان معين معلش هتوصل دي للأولاد، دي علبة لبن مثلا أو علبة أيا كان المسمى بتاعها. الراجل بياخدها بسلامة نية وبينزل بيها، ولكن يضبط في إحدى المطارات بيفاجئ أن هذه العلبة يعني مليانة أقراص ترمادول اتاخد في الرجلين. مزبوط. كل ده على أساس أنه هو خد شنطة من حد ما يعرفوش، قال له خد دي وصلها، وبيعملها بسلامة نية. أصبح تاجر بقى هنا مخدرات، وجاي على أساس القانون مش هيعرف بقى مين اداله ومش ما ادالوش، انت ظبطت في حيازتك هذه المخدرات. مزبوط. عايزين نوجه برضو يعني نحط سبوت على النقطة ديت لكل واحد حد بيقول له خد وصل لي الشنطة دي، اعمل ايه؟ تمام. هو المثل اللي بيقول الوقاية خير من العلاج. دلوقتي انت شخصية ما تعرفهاش وقال لك خد ازازة البرفم دي او ازازة الدواء دي وصلها لوالدتي، وانت ما تعرفوش، يبقى من باب اولى ان انت ما تعملش معاه. تمام. انت دلوقتي شخصية ما تعرفهاش. هو لو عشان نفكر صح، لو الحاجة دي صح سليمة ما شحنهاش ليه؟ ما بعتهاش ليه؟ احنا خلاص في مستحدثات دلوقتي. ما احنا لازم نشغل عقلنا. انا دلوقتي معايا شنطه وعايزه فيها دواء لوالدتي لاخويا لزوجتي لاي حد كان، ولو سمحت خد الشنطه دي فيها هديه. طب ما تشحنها انت بالنسبه لك. يبقى لازم نعقل على الاقل، امن هتشحنها وهتوصل في جهات هي اللي هتاخدها وتوصلها. اعقلها وتوكل. انما هو دلوقتي عشان خاطر خد بعد اذنك علبه الدواء، هي بتحصل ايه؟ ده بيقول له علبه دواء، ده بيدي له علبه دواء، بيقول له علبه الدواء دي وصلها عشان خاطر والدتي تعبانه. بالنسبه للطرق النقل الحديث دلوقتي ممكن توصل علبه دواء من امريكا للقاهره في 12 ساعه. في الدي اتش ال او اي طرق من طرق النقل. يبقى انت دلوقتي اعقلها، ما تاخدش حاجه من واحد ما تعرفوش. تمام. ولو تعرفه هو اصلا محل شبهات، محل شك، ما تاخدش حاجه منه. عشان انت اللي هتتدمر في المطار او في المينا او في اي مكان. مش هيقولوا ان انت ما تعرفوش، لا ده انت شريك. حتى لو ثبت ان هو مع فلان، فعلا لو ثبت ان هو جايبها من فلان ومسجل له ومصوره، هيقول لك انت شريكه. هو لازم يفهمه كده برضه. أيوه. حتى لو انت عرفت تثبت ان الحاجه دي جايه من فلان، لا انت شريك له. مش هنقول اشك في المخدرات، ما فيش حاجه اسمها ايه حائز حسن النيه. الحيازه المجرده يعاقب عليها. انت مجرد انك انت حصت مواد مخدره من غير قصد ولا اتجار ولا تعاطي، بس حيازتك ليها مجرد الحيازه تجرم. تمام. يبقى لازم نوجه المواطنين ان مجرد الحيازه للمواد المخدره هي مجرمه. مش لازم أن تكون انت تاجر ولا متعاطي، يبقى ما تنقلش من حد حاجه انت ما تعرفهاش. تمام. نقطه تانية، بنلاقي بعض الاصدقاء يعني بيدي عربيته لحد. ايوه. بيقول له انا رايح مشوار بس هخلص حاجه، عربيتي في الحته الفلانيه، هاخد منك عربيتك. فبسلامه نيه بيديله العربيه بتاعته. وتيجي العربيه تضبط. أيوة. وفيها مخدرات. العربيه باسم فلان الفلاني، باسمي مثلا، والعربيه ضبطت وفيها المخدرات. في الحاله دي انا بكون شريك معاه وانا مش موجود، ولا بيتاخد من وجهه نظر القانون والمحاماه؟ ايوه. مجرد صاحب العربيه ملوش دعوه بالعربيه، مجرد ان هو يعاقب ان العربيه بتاعته يا اما يتم ضبطها والعربيه تتصادر او هو يستلمها نيابه توجه لها، او هو تنها محبوسه لحد ما يفصل في القضيه. انما هنتكلم من وجهه نظر القانون المحض، لا
هو سلف العربية لفلان وفلان ده خد العربية عمل بها جريمة والضبط، يبقى صاحب العربية لا يعاقب إلا إذا كان على علم تام بأن اللي مديله العربية سوف يرتكب بها جريمة. طب احنا هنا على ما يوصل بقى، ما احنا برضو العربية هتتحبس؟ خلي بالك برضو ان انت لو شاكك ان صاحبك دوت برضو هياخد العربية منك وانت شاكك فيه، من باب اولى ما تسلفوش عربيتي، من باب اولى ان انا ما اسلفوش العربيه. انا شاكك في صاحبي اللي هو اصلا اللي مش كويس ده هبعد عنه. ايوه المفترض كده. حاجه تانية بنلاقيها مع الشباب لما بيجي اللي هم بس بنشوفهم شويه اللي هم هنقول يعني مرتاحين شويه، ايوه، وفي مستوى معين ليفل معين، بيجي يقول لوالده او والدته انا طالع مثلا العين السخنه او طالع الساحل مع اصحابي في عربيتهم، وبيجي الاب او الام بيقول له خلاص روح. تمام. هنا يعني بيبقى فيه سهوله شويه من الاب والام، روح مع اصحابك. طب انا اصحابي دول النهارده واحد منهم بيشرب مخدرات وركبت معاه العربيه واحنا ماشيين، هوب كمين وقفنا وظبطوا مع صاحبي ده سيجاره حشيش او خدوا منه ترمادول، في الحاله دي الولد ابن الناس دوت اللي هو مش ملوش في اي حاجه وما بيتعطاش اتاخد، وضعه بيكون ايه؟ برضه عايزين نوري النماذج دي عشان كل اب وام يحافظوا على اولادهم، مش يقول لك ابني رايح اسيبه، لا ابنك رايح مع دول وانت شاكك فيه قول له اركب السوبر جيت، هيقولوا لك معقد، انا معقد بس هحافظ على ابني. صح. يعني اركب السوبر جيت تروح بيه وما تروحش معاهم، انا بحافظ عليك. حضرتك تقيمني الموضوع ده ازاي؟ تواجد الشخص السوي مع شخص غير سوي يعاقب. يعاقب. هو احنا لسه قايلين في اول الحلقة قلنا يعاقب كل من وجد في مكان معد أو مهيأ. صاحبك بيشرب وحط السيجارة جنبك والسيجارة في الطابلو في العربية أو على الكنبة أو في أي مكان، وفي كمين من الأكمنة، لقوا هنقول سيجارة، مش هنقول أكتر من السيجارة، هنقول سيجارة أو شريط أو أيا كان، ولقوا السيجارة دي أو لقوا المواد المخدرة، كل اللي في العربية هيتاخده. كل، لان في حاجه في القانون اسمها احرز بواسطه الغير. احرز بواسطه الغير يعاقب مثله مثل الغير. يعني خد حاجه من فلان او ادى حاجه لفلان او فلان بيحوز او احرز وهو معاه. يبقى في الحاله دي هنقول ان تواجده في سياره من ضمن السيارات زي ما المثال اللي حضرتك قلته، واحد بيشرب وفي سجاره موجوده وهو عارف ان في سجاره موجوده هيعاقب او هيتم ضبطه لحد اما يصدر قرار او حكم ببراءته. يبقى احنا كده بندخلهم يتعلموا. طيب في عندي بعض الدفوع اللي أيوة. بنشوفها، الدفوع الشكليه والدفوع الموضوعيه. جميل. في جرائم المخدرات. ايوه. يا ريت توضح لي تقول لي يعني ايه دفع شكلي وده اللي بيقوم بيه المحامي. ايوه. والدفع الموضوعي. تمام. اولا قضايا المخدرات بصفه عامه ما هي الا قضايا تلبس او اذن النيابه. حاله تلبس او استصدار اذن النيابه العامه. لكل قضيه دفوع خاصه بها. الدفوع الشكليه في اي قضيه ان كان هي دفوع خاصه بالاجراءات. بالاعمال التحضيريه والاجرائيه الخاصة بضبط المتهم. عشان كده لما بنوصي المحامين الشباب أو بنعلم المحامين الشباب بنقول لهم لما تيجي تبدي دفوعك ابدي دفوعك الشكلية قبل الموضوعية. لأن الدفوع الشكلية خاصة بالضبط والقبض والتفتيش، بطلان الإستيقاف، بطلان إذن النيابة، بطلان التحريات. هي الدفوع الإجرائية وهي قوام الإجراءات. الدفوع الموضوعية هي الخاصة التي تلقي الضوء على موضوع القضية نفسها. ففي هناك فرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعي. عشان كده لما بنيجي نتكلم مع زملاء بنتكلم معاهم أو بنتعلم كلنا هنفضل نتعلم معاهم بنقول لا تبدي دفوعك الموضوعية قبل الشكلية. قبل الشكلية. ابدي دفوعك الشكلية كلها وبعد كده ابدي دفوعك الموضوعية. تمام. وفرق ما بين حالة التلبس وفرق ما بين إذن النيابة. طيب متى يكون المتهم متلبسا؟ يعني النهاردة بقى هنقول عليه متلبس. بيكون متلبس إمتى بقى؟
المشرع المصري وضح حالة التلبس على سبيل الحصر وليس المثال. حصرها في مجموعة معينة. مجموعة معينة. يعني ما ينفعش نقيس عليها شيء. أولا أن يكون المتهم متواجدا في مسرح الجريمة. تمام. أن تظهر عليه علامات من ضمن علامات الجريمة. أن يتبعه المجني عليه مع السياح. أن يتبعه المارة أو المواطنين مع السياح. دي حالة التلبس. لا يجوز أن نقيس عليها أو نستحدث منها أمر أو نستنتج منها. ما ينفعش إنها وردة على سبيل الحصر وليس المثال. وضحها المشار قال تواجد المتهم على مسرح الجريمة تواجدهم ومعه أدوات أو مقتنيات من ضمن الجريمة أن يتبعه المجني عليه أو أن يتبعه المارة مع السياح. دي حالات التلبس. تمام. ما ينفعش ان انا اقيس. يبقى احنا كده لازم لو عشان نتكلم في تاني في مواد المخدره تواجدك في او قلنا اول حاجه من ضمن حالات التلبس ايه؟ ان يكون المتهم متواجد في مسرح الجريمه. مسرح الجريمه. طب انت متواجد في مسرح الجريمه. حائز المخدرات. حائز المخدرات من ضمن الحاجات. تمام. طيب في نقطه مهمه جدا بنشوفها والناس بتبقى برضو عندها شك فيها وارتياب منها وبيبتدي المحامي يبني دفوعه عليها. أيوة. النهارده في حاله لو شاب مثلا ماشي ومأمور الضبط ارتاب فيه حالة او شك اسمها حالات استيقاق. ارتاب فيه وشك فيه ووقف بطاقتك بيطلع البطاقه قام بتفتيشه. تمام. وجد معاه حائز لماده مخدره. سواء كانت حشيش او بانجو او ايا كانت الماده المخدره. ابتدى خد منه هذه الماده وابتدى عمل له محضر وابتدى وداه للنيابه وابتدت تاخد قدامه الاجراءات. تمام. اي محامي بيوصل هنا للدفاع عن هذا المتهم هنقول بقى هو متهم فعلا هيروح يدافع عنه. تمام. اول حاجه هيتكلم فيها طيب الاستيقاف. استيقاف. طب يا ريت توضح لنا بقى النقطه. عشان هنتكلم عن النقطه دي بالذات لازم نعرف الاستيقاف. الاستيقاف هو ان يضع المتهم نفسه طواعيه موضع الشك والريبه. أن يضع المتهم نفسه طواعية موضع الشك والريبة. يبقى عشان نتكلم مع الضابط نقول له إيه هي مظاهر الشك والريبة التي وضع المتهم نفسه طواعية عشان تخليك تستوقفه. يبقى هنتكلم لما نيجي نترافع أمام محكمة الجنايات بنقول ما هي مظاهر الشك والريبة. هيقول لي كان واقف على ناصية، كان واقف على مرتاب، كان بيتلفت حوالين منه، لازم أن يقول كده. أكيد. طب الساعة كام في الشارع إيه؟ إحنا كلنا ده شغل بقى إيه؟ شغل المحاماة. طيب الحالة اللي هم معظم مأمور الضبط القضائي يقول لك تم استيقافه للاستبيان عن تحقيق شخصيته. في القانون عدم حمل تحقيق شخصية هو مخالفة لا تستوجب ضبط المتهم. عدم حمل تحقيق الشخصية مخالفة. هي مخالفة لا تستوجب ضبط المتهم وتفتيشه. يبقى انت ما لقيتش معاه بطاقة. يبقى تعمل له مخالفة وألف سلامة وتمشي. ما تفتشوش. ما تفتشوش. لأنك مجرد انك انت فتشته يبقى عملت ايه؟ يبقى قبضت عليه، شلت حركته. يبقى بدأت تفتشه. ما انت مش هتفتشه غير ما تقيد حريته. وتقييد الحرية هنا سابق على أن يتم ضبط مع المتهم مواد مخدرة من عدمه. يبقى انت شلت حركته وقبضت عليه وفتشته قبل ما تعرف معاه ولا مش معاه. يبقى احنا كمحامين بنقول أولا في النقطة دي ما هو الاستيقاف وإيه هي مبرراته وإنك انت فتشت المتهم ليه؟ فتشته عشان ما هوش حمل تحقيق شخصية؟ لا، يلزم القانون بتفتيش المتهم مع من غير حمل تحقيق شخصية. مش حامل بطاقة؟ ما هوش كارنيه؟ اعمل له مخالفة وقول له ألف سلامة. لكن إنه يفتشه ووجد معاه مخدر هنا بتبقى الثغرة اللي ممكن بينطلق هو منها المحامي. يعني هفتشه ليه؟ احنا بنتكلم في ده، احنا بنتكلم في برنامج مستشرق القانون. ايوه. احنا اتكلمنا في الجزء المجتمعي، هنتكلم في القانون بقى. احنا بنتكلم في الحته اللي القانون بقى اللي ممكن هنا القانون بقى الثغرات هنا بتاعته. فتشوا ليه؟ ما هي الظواهر التي دعت مأمور الضبط القضائي بالتفتيش المتهم؟
وضع نفسه موضع الشك والريبة. ما هي مظاهر الشك والريبة التي دعت مأمور الضبط القضائي للقبض على المتهم؟ طب أنا النهاردة مأمور ضبط قضائي وداخل ولد داخل عليا في لجنة، أيوة، ووقفته لقيته بيشرب سيجارة، شميت الريحة بتاعت السيجارة دي، إن الريحة دي مختلفة شوية. هنا بقى من حقي كمأمور ضبط إن أنا أستوقفه، من حقي إن أنا أفتشه بناء على هذه، وإن أنا أخد هذه السيجارة حرزي، أن يتبين مأمور الضبط القضائي بأحد حواسه حالة التلبس. هنا بقى هنا دخلنا في حالة التلبس، أو شم أو لمس أو استمع، أي أحد حواسي. لو شم فعلا رائحة المواد المخدرة بشبانجو مثلا، السيجارة نفسها مشتعلة، يبقى هنقول خلاص ماشي. شاهد المتهم ومعه ترامادول أو حشيش. طب هنا في الحالة دي لو هو مسك السيجارة مع الولد، من حقي إن أنا أفتش العربية بقى على أساس أشوف ممكن يكون في حاجة تاني. حالة التلبس كده واضحة. خلاص أنا اشتميت، خلاص يبقى إيه؟ قلنا الأول أنا أبطع الأول ولا اشتميت الأول؟ اشتميت الأول في حالة التلبس. خلاص وصلت لمرحلة التلبس اللي هو إيه؟ الجرم موجود. اتضح إن المتهم ده حائز لمواد المخدرة وأنا اشتميت بإحدى الحواس. تمام. أبطأ كده أنا أبطأ عليه، شلت حق، أبدأ أفتش السيارة. ما أقدرش أفتش السيارة من غير ما تصدر ما معيش دليل. لكن لكن هنتكلم في الاستثناء. في بعض الأكمنة معينة يصرح لهم بتفتيش السيارات. بعض الأكمنة يصرح لهم بتفتيش السيارات. محكمة النقض قالت إن السيارة الشخصية مثلها مثل لها حرمة مثل حرمة المنزل. تمام. مثلها مثل حرمة المنزل. طب أنا ينفع أفتش منزل ومعيش إذن نيابة؟ لا طب لا ينفع بعض الأوقات. ينفع؟ طيب. ينفع ليه؟ إذا كنت أنا كمأمور ضبط قضائي بتتبع متهم معين وجدت المتهم المعين ده دخل الشقة دي، تمام، فيصرح لي القانون إن أنا أتتبعه وأفتش. تمام. السيارة كذلك. طب لو السيارة نفسها مبلغ عنها مثلا، مبلغ عنها، يبقى في الحالة دي أنا بضبط واقعة السرقة وبفتش السيارة. بتفتش السيارة. يبقى نرجع لأساس الموضوع، حالة التلبس. إذا لمس مأمور ضبط القضائي حالة التلبس بإحدى حواسه فله الحق أن يقوم بضبط المتهم. احنا حضرتك استاذ محمد احمد، احنا كل الكلام دوت اللي احنا كنا بنقوله، اتكلمنا عن الشق القانوني واتكلمنا عن الشق المجتمعي واتكلمنا عن العقوبات، كل ده عشان نوصل ونقول خلي بالك لو انت راكب العربيه بتاعتك ما تشربش سيجاره مخدرات في العربيه لانك ممكن تتقفش. يعني انا كنت عايز اوصل من كل اللي انا بوصل معاك ليه عشان نوصل لحاجه معينه، ونقول للساده المشاهدين للي بيتابعونا ويخلي بالكوا لو انت بتشرب سيجاره لا ما تشربش سيجارتك وتكون فيها حشيش او فيها حاجه، لانك لو اللجنه وقفتك هتاخدك انت والسيجاره اللي معاك وهتتفتش وهتتحبس وتبقى يعني هتبهدل نفسك وهتبهدل اهلك. خلي بالك من الحته ديت. لو انت مثلا معاك حاجه معينه ما تحطهاش في عربيتك. لو انت مثلا الحاجات دي كلها ماشي وبتشيل حاجات في جيوبك بتتعاطى الحاجه وممكن مأمور الضبط يوقفك لانه هيرتاب فيك، لا ما تاخدش الحاجات دي، من باب اولى ان انت ما تاخدش مخدر ولا تمشي بمخدر، لانك اول واحد انت هتضر، ومش هتضر نفسك بس، انت هتضر اهلك اللي هيبتدوا يجروا وراك ليل ونهار عشان يشوفوك ويشوفوا انت بتعمل ايه، ويبتدوا يتعاقبوا هم كمان من وراك على اساس هم اهملوا في تربيتك. الوقت عدى بسرعه. اتفضل. هو بس في نداء من هذا المنبر ان يتدخل المشرع المصري بعقوبة تكميلية في جرائم المخدرات. جرائم السرقة لها عقوبة تكميلية، أن يوضع المتهم تحت المراقبة الشرطة. أنا بنادي من هنا أن يتم وضع المتهم في جرائم التعاطي في مصحة ويكشف عليه وهو خارج من السجن. إذا كان لسه ما زال مدمنا ومتعاطيا فيتم إيداعه إحدى المصحات. أنا أتمنى أن يتم الكشف الطبي على كل من هو متهم بالتعاطي.
وكل كل متهم او مسجون عم بصفه عامه، لانه بيخشوا السجون مش متعاطين وبيطلعوا متعاطين. ايه المشكله؟ ان هم طالعين نعمل لهم جميعا تحليل مخدرات، تمام، عشان خاطر لو هو متعاطي احطه اوضعه في مصحه ويتعافى. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يعافي كل المدمن آمين. وكل المتعاطي، وان يعافي كل شباب مصر ان شاء الله، هم ذخيره مصر، هم امل مصر القادم ان شاء الله. نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ شبابنا آمين. ويبعد عننا كل اثار المخدرات من تعاطي واتجار واي حرب جايه لنا من الخارج ان شاء الله. يعني شباب مصر كفيل، وشرطتنا وداخليتنا كفيله، وحرس الحدود بتاعنا كفيل بان هو يصد هذه الهجمات الشرسه علينا. وان شاء الله نتمنى ان مصر تكون قد الدنيا وشبابها بخير. انا كنت سعيد بحضرتك جدا، شرفت بيك واتناقشنا في مواضيع كتيره جدا، والوقت ما يعني الوقت داهمنا، ولكن نتمنى ان شاء الله نكون مع بعض في المستشارك القانوني للبحث في مواضيع اخرى تهم المواطن المصري. شكرا ليك سعاده المستشار محمد احمد ابو هشام، وعلى امل وعد تكون معنا ان شاء الله قريبا. اعزائي المشاهدين، المخدرات خلي بالنا منها، نحافظ على اولادنا، نحافظ على شبابنا. الاب والام رقابه لابنك، رقابه لبنتك، شوف التغيرات اللي بتطرق عليه، شوف اصحابه، ما تسيبوش لوحدك، انت هتتضر. الموظف العام خلي بالك من نفسك، زميلك ما يديلكش حاجه تاخدها، ما تاخدش تجاره، ممكن تاخد برشامه منه النهارده وتبص تلاقي اتعمل لك تحليل واتفصلت في لحظه، ضيعت نفسك، ضيعت اسرتك، اتفصلت من وظيفتك، دمرت اسره بحالها، سواء كانت عندك بنت او ولد او زوجه، دمرت الاسره. خلي بالكم، ربنا يسترها علينا جميعا ويسترها عليكم باذن الله، ويبعد عنا رفاق السوء ويستر مصر وشبابها باذن الله. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، على امل وعد ان نتجدد معكم اللقاء في برنامج مستشارك القانوني على قناه الصحه والجمال. كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.